حسب رايك الزواج بطريقه مباشره من غير تعارف ينجم ينجح ولا لا؟ لا ما ينجحش. خاطر هما يتعرفوا يجعلهم شي ينجح معناها، فما بالك ما يتعرفوش على بعض. دونك انت وكان يجيك واحد وانت ما تعرفوش ويقول لك راك عجبتني ونحب ناخذك على سنه الله ورسوله كما نقولوا، وانت ما تعرف عليه حتى شيء، توافقه؟ لا لا ما نوافقش. ما نوافقش. قديش فتره الخطوبه اللازمه باش تعرف انسان على حقيقته؟ عام وشهرين هكاك بالضبط. علاش شهرين بالذات؟ عام وشهرين باش تعرفوا بالقدام يعني، خاطر كذب من الاول وبعد تظهر الحقيقه. نجم يكذب عليك في عام و15 يوم مثلا؟ ينجم اي، اما كل جمعه زايده هذيك تظهر الحقيقه الكامله، فهمت؟ والله انا نقول كل حد ومعناتها كل حد كيما ما يحب معناها، اذا كان هما تفاهموا نتصور ينجح، ليش ما ينجحش؟ وهي من الاول ولا من الاخر الاصل نتاع العبد هو اللي يجيبه معناها، كان اصلهم به بيان سور باش يتفاهموا سواء بالراجل ولا بالمراه، واذا كان على غالب على غالب معناتها واحد ما يعمل شيء، وزيد من الاول والاخر كل شيء بكتبه ربي. ما قديش الفتره المناسبه نتاع الخطوبه باش ينجح زواج او باش تعرف حقيقه العبد اللي معك؟ انا نقول برشا، اما ساعات ربي يكشف لك حاجات انت ما تعرفهم ما تدريش عليها. انا مثلا خطيبي تو بيناتنا شهر، بقينا معناتها شهر ما بين الخطبه والملاك معناتها ومتفاهمين والحمد لله. وباقي نقول ديما واحد يلزمو يلوج على الاصل، الاصل نتاعك علاش الناس قبل يقولوا الاصل غلاب، الاصل نتاعك هو اللي يجيب كل شيء. خطوبة وملاك في شهر هذه يلزمها شجاعة كبيرة نتصور، شو الحاجة اللي شجعتك عليه باش تخليك تاخذ موقف كما هكا وتقبل به فيسا معناه؟ هو كشخص باهي قلبه طيب، وانا كي نلوج على انسان ما نحبش، ما يهمنيش فيه يكون غني لاباس عليه، ما حاجة ذي ما تهمنيش، اللي يهمني كي يبدا من داخل قلبه باهي ما يضرش العبد، ودو بليس ولد بلادي ومعناتها بلادنا صغيرة دونك يعرفوا بعضهم، حتى كان فما مثلا خواتي يعرفوا عليه حاجات هو، فهمت؟ وكهو